الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، سؤال قد يطرحه الإنسان على نفسه: هل الارتباط بالدين وبمنظومة قيم السماء أمر صعب أو مستحيل أو شبه مستحيل على النفس البشرية؟ هل ارتباطي بدين الله سبحانه وتعالى عز وجل فيما أنزل من كتاب وما شرح الحبيب من سنة وبين صلى الله عليه وسلم، هل الارتباط بهذا الدين يشكل أو يعني هناك من الصعوبات والعقبات التي تجعل الإنسان أن يرتبط بالدين أمرا أقرب من الخيال أو بعيدا عن المنال؟ قد تكون هناك آراء حتى لبعض الذين يتحدثون بالخطاب الإسلامي يؤيدون هذا الطرح
ويأتون بالنصوص الصحيحة التي ربما لو تواصلت مع بعضها البعض كونت عند المستمع فكرة معينة. سوف يأتي زمان على أمتي القابض على ديني كالقابض على جمرة من نار مثلا، أو فيما روى أو فيما روية أو عنه أو كما قال. سوف تأتي سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكذوب، ويؤمن فيها أو يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. هذه نصوص صحيحة نعم، لكن المسألة يعني أستطيع أن أنفي هذا تماما وأقول إن الارتباط بالدين ليس أمرا صعبا. كيف؟ بالله عليك، نحن ولدنا سواء في أسر مسلمة أو في بيئة مسلمة أو في بيئة غير مسلمة، ونشأ أبناؤنا كذلك، أو أن بعض من إخواننا الذين اهتدوا بهدي الله عز وجل نشأوا في بيئة غير مسلمة ورب العباد فتح لهم باب الهداية فطرقوه، أو وقفوا هم أمام باب الهداية فولجوا إليه فرب العباد يسر لهم الأمر. أنا أقول هل من الصعب على الواحد منا كمسلم أن يحافظ على الصلوات الخمس؟ ما هو الوقت المستقطع من حياة الإنسان في اليوم لصلواته الخمس، سواء في جماعة أو في غير جماعة أو منفردا أو في بيته أو على أقل تقدير إذا استطاع في عمله تأخذ الصلاة دقائق معدودة؟ الخمس صلوات لا تأخذ شيئا منه. من منا لا يستطيع إذا بلغ أما يملكه مبلغا معينا يساوي 85 جراما من الجرام من الذهب أن يزكي عليه كل عام عن كل 1000 يورو أو 1000 يورو؟ يعني سبحان الله هذا المبلغ البسيط 25 من كل 1025، يعني أملك 1000 للفقير والفقراء والمصارف 825 وأنا لي 975. هل هذا أمر يصير مستحيلا على النفس الإنسانية؟ هل من الصعب أن طوال العام آكل وأشرب 3 وجبات أو أكثر، ويأتي شهر معين أمتنع فيه عن الطعام والشراب عدة ساعات تستريح فيها المعدة ويهدأ فيها العمل الدؤوب للأعضاء المتوترة نتيجة هذا الزخم الغذائي الذي أعطي لجسدي ولمعدتي طوال العام، فيأتي شهر رمضان في العام لكي ينظم مسألة العطاء أو الأخذ أو التعامل مع المنظومة الغذائية راحة للنفس وراحة للبدن واعتمارا من قبل ذلك ومن بعد بأمر الله سبحانه وتعالى؟ هل من الصعب إذا يسر للإنسان مبلغا في العمر أن يذهب ليحج بيت الله الحرام إذا استطاع، وإن لم يستطع فقد سقطت عنه هذه الفريضة لأنها لمن استطاع إليه سبيلا؟ هل من الصعب أن يفتح المسلم كل يوم عهد الله عز وجل وهو المصحف فيطالع صفحة أو صفحتين ويرتل آية أو آيتين ويتدبر في سورة أو في سورتين؟ هل هذا أمر صعب؟ هل من الصعب أن يمسك الإنسان لسانه عن إيذاء الناس؟ بل بالعكس، القيم الخلقية قيم محببة إلى كل الخلق، المسلم وغير المسلم، المؤمن وغير المؤمن، المستقيم والمنحرف، الأقصى اليمين ومن هو أقصى اليسار، محبب إلى الناس قيم العدل وقيم الوفاء وقيم الصدق وقيم الصبر وقيم الرضا. هل من الصعب على الإنسان أن يعامل أهله في بيته، أن يأخذ من زوجته صفاتها الحسنة ويشكرها عليها، ويأخذ وينظر إلى صفاتها السيئة أن بعضها ملكات لا تتغير فيصبر عليها ويكون له قصر بجوار قصر آسيا امرأة فرعون في الجنة؟ هل من الصعب أن تمسك نساؤنا وزوجاتنا ألسنتهن عن بعضهن البعض أو عن أهل الزوج وأن تذكرهم بالخير؟ هل من الصعوبة بمكان أن يمسك الإنسان
ويضم شفتيه على لسانه كي لا تخرج كلمة نابية تؤذي هذا أو ذاك؟ هل من الصعب أن الإنسان إذا كان أخ له في الله يشكو له من شيء أن يرزق الآخر فقه الاستماع وينصت إلى أخيه ويتعاطف معه، ولا بد من شكوى إلى ذي قرابة يواسيك أو يسديك أو يتوجعه؟ الإنسان لما يجد إنسان له صادق سبحان الله وإنسان قريب منه وإنسان يستأنس به فيريد أن يشكو له أمرا ليستشيره في هذا الأمر أو يأخذ رأيه، أو ربما سمع عالما من العلماء يعني أن يقول رأيا في هذا الأمر. بالله عليكم كلنا مرضى إلا من عافاه، نسأل الله أن يعافينا جميعا. المرضى المرض نوعين، في مرض جسدي علاجه سهل عند الأطباء، وفي أمراض قلبية وأمراض جارحية. مرض العين الذي تنظر إلى الناس باحتقار وبتعالي وبتكبر، هل من الصعب على الإنسان أن يتوب من هذا المرض وأن ينظر إلى الناس بالرحمة وبالود، وأن ينظر إلى نصف الكوب المليء أو الملآن ولا ينظر إلى نصف الكوب الفارغ؟ سبحان الله، أمانك الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد. كم من أناس لا يأمنون لا ليلا ولا نهارا، يخرج الولد ليشتري لأمه غرضا من السوق، فربما تضع يدها على قلبها وتصلي صلاة الحاجة وتدعو الله أن يعود ولدها من الشارع آمنا مطمئنا. ولدك يستطيع أن ينزل إلى الشارع 12 مساء وفي وجه قبل الفجر بسويعات، وأنت وهو آمن مطمئن. ألم نسمع ولم نحفظ جميعا أو كلنا يحفظ من أمسى آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها؟ ألم نسمع إلى هذا الرجل الصالح الذي اشتكى له المريدون التلاميذ، قال يا شيخ لقد غلى الدقيق في بغداد. بغداد في آخر أيام الدولة العباسية الدقيق سعره ارتفع. فتبسم الشيخ قال والله لو بلغ أو بلغت حبة القمح الواحدة دينارا من ذهب أو 100 دينار من ذهب، حبة القمح الواحدة ما حملت همها. قالوا لما؟ قال لأنني أعبده كما أمرني وأنتظر أن يرزقني كما وعدني. سبحان الله، أنا مكلف بعبادة والله عز وجل وعد، خلوا من السماء رزقكم وما توعدون. هل اليقين أمر صعب بالنسبة للإنسان؟ هل التوكل على الله أمر صعب بالنسبة للإنسان؟ ما هي قيم الدين الصعبة عليك؟ ما هو الشيء في الدين الصعب على نفسك أن تحققه؟ إذا الدين ميسور الأمر. طب إذا صنعت كل هذه الأمور وفق منهج الدين فما هي النتيجة؟ النتيجة أن يكون الإنسان هادئ البال، ناعم البال، ميسر الحال، كل أمر يأتيه يعني يطمئن أن هذا الأمر إنما هو الذي يعني رب العباد هو الذي أمر به وأمر العباد ورب العباد هو الذي سيره. هكذا كان الكبار. أمنا هاجر لما علمت وسألت الخليل سؤالا واحدا وأخذت الإجابة، الله أمرك بهذا؟ يعني هل هذه غيرة من سارة أو سارة أن تأتي بي وبولد الرضيع وتتركني في مكان بلقع لا أنيس ولا جليل ولا طير ولا وحش ولا ماء ولا نهر ولا بحر ولا غير ذلك؟ وادي قال عنه إبراهيم بواد من غير ذي زرع، ولكن زراعة اليقين في القلوب أفضل من زراعة الأشجار في الغابات، وجريان وسريان التوكل على الله في القلوب أفضل من سريان الأنهار والبحار والمحيطات، وسريان نسمات الإيمان أفضل من نسمات الأكسجين النقي الذي يستمتع الإنسان به ولا يعيش إلا به. إذن سألت سؤالا واحدا، الله أمرك بهذا؟ لما علمت أن الإجابة نعم، وعلمت أن هذا المسلك من الخليل إنما هو مسلك يعني خليلي نبوي يعني بناء على أمر من الله سبحانه وتعالى، لما قال لها نعم علمت أنه أمر إلهي، قالت إذن لن يضيعنا، لن يضيعنا. فسألت رب العباد على قدرها، سألت رب العباد على قدرها أن تأتي بجرعة ماء يشرب منها الرضيع الباكي،
اللبن لا يكفي، يريد أن يشرب، الولد يصرخ، تسعى بين الصفا والمروة، تعمل الأسباب. فلما قامت بالأسباب كلها كانت محدودة الدعاء، يعني راضية بالقليل، تريد قارورة ماء، جرة ماء فقط. لكن الله عز وجل لا يسأله العبد على قدر عبوديته، يسأله على قدر ربوبيته. الله يعطيها على قدر ربوبيته، يعني نبعا من ماء وبئرا من ماء يظل ثرا بالماء إلى يوم القيامة. أنت يا سارة، أنت يا هاجر، تريدين جرعة ماء لولدك، وأنا لن أسقي ولدك فقط، بل أسقي كل من يأتي إلى الحج وإلى العمرة من هذا البئر ومن هذا المكان إلى يوم القيامة، لأن رب العباد إذا وهب لا تسألن عن السبب. إذن الإنسان لما يتوكل على الله حق التوكل يرزقه الله بما رزق به عباده الصالحين. يا أم موسى إذا خفت عليه فألقيه باليم، فألقاته باليم. وقال لها رب العباد ناهيا وآمرا لا تخاف ولا تحزني، وهو مبشرا إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. رد إليها في نفس اليوم، وجعل رسولا بعد 40 عاما من هذا التاريخ. لماذا؟ لأن التوكل على الله صدق التوكل، وأن ينظر الإنسان إلى الكأس المليء، ولا أقول نصفه، إن الكأس كله مليء، لكن الدنيا تقوم على الابتلاءات وتقوم على الاختبارات، وتقوم على أن العبد سبحان الله إنما هو عبد لرب يملك الدنيا والآخرة وما فيهما، ويملك السماوات والأرض والملك كله وما فيهما، ألا له الخلق والأمر. أحبتي في الله، إن الارتباط بالدين أمر يسير، وتطبيق الدين أمر يسير. لا نقول إننا في آخر الزمان، هل جعلنا أننا في آخر الزمان؟ نحن في آخر الزمان منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. بعثت أنا والساعة كهاتين، وجمع بين سبابته ووسطاه صلى الله عليه وسلم. بعثت أنا والساعة كهاتين. إذن مجرد أن يعني يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما، يقول القراء هذه السكتة أنت من ذكراها، أنت محمد علامة من علامات الساعة. فإذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم بعث والساعة كهاتين، نحن في آخر الزمان. نعم، لكن نحن معنى أن في آخر الزمان أتوقف؟ معنى أننا في آخر الزمان ألا أعبد، ألا أتوكل، ألا أوقم، ألا أصبر، ألا أصبر؟ أبدا، نحن في آخر الزمان. نعم، لكن ماذا سوف نترك لآخرتنا؟ هذا هو السؤال. إذا الارتباط بالدين والارتباط بالقيم ليس شيئا صعبا، وليس شيئا فيه عقبات، وإنما يسير على من يسره الله عز وجل. أنا أريدك أن تصنع، ونحن في السويعات الأخيرة من أيام شعبان، يعني إن شاء الله فجأة إن شاء الله سوف نجد الأيام تجري على أبواب رمضان سبحان الله. ماذا تصنع في دقائق قليلة؟ الأمر الأول، أعلن مبادرة أن تصطلح مع نفسك. أولا، الغير مصطلح مع نفسه لن يكون مصطلحا مع الآخرين. أنت إن اصطلحت مع نفسك، توافقت مع نفسك، أعطيت نفسك سلاما نفسيا منك وإليك، إذن سوف تعطي الآخرين. أول شيء أعلن الاصطلاح مع نفسك. كيف؟ أنني مخلوق من قبضة من تراب الأرض ونفخ من روح الله. قبضة تراب الأرض تجعلني أعيش وأسعى في الأرض هنا وهناك، والنفخة القدسية النورانية تجعلني أرتفع إلى سماوات المعاني وأسمو من المعاني حتى أكون مرتفعا في أخلاقي. هذه مبادرة أولى للاصطلاح مع النفس. إذا اصطلحت مع نفسي يجب أن اصطلح مع خالقي، والاصطلاح مع الخالق عز وجل أن أتوقف عندما قال لي توقف، وأن أتقدم عندما قال لي تقدم. التقوى أن يجدك حيث أمرك، ويفتقدك حيث نهاك. أن يفتقدك حيث نهاك، ويجدك حيث أمرك. فإذا أعلنت مبادرة بالصلح ما بيني وبين رب العباد عز وجل، سلمت له مقاليد الأمور كلها. ثم يشح هذا
سلوكيات مع الزوجة، مع الأولاد، مع الجيران، مع الإخوة في المسجد، عندئذ يشع علينا بوادر رمضان بالخير كله. ثم أصطلح مع كتاب الله عز وجل وأصاحبه، وعلى الأقل كما قلت لك في بداية الخطبة كل يوم صفحة أو صفحتين، وسوف يأتينا أيام الخير، تأتينا أيام الخير إن شاء الله، إن كنا من أهل الدنيا في رمضان، لكي نصادق القرآن ولا نتركه بعد ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتصالحين مع أنفسنا ومع ربنا وخالقنا سبحانه ومع قرآننا الذي جعله الله لنا نورا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.